صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من مشوارنا الصباحي صحصح. اليوم الحلقة بالنسبة لي رح تكون مميزة لأنه رح أعطي مجموعة من الأمور اللي تعلمتها على سن الأربعين. كتير بزعلوا صحباتي اللي حوالي اللي من عمري المواليد 83 إنه أنت ليه بتضلك تقولي إنه عمرنا 40. أنا بالنسبة لي والله العظيم متصالحة جدا مع الفكرة. هذا لا يعني إنه أنا بحب إني وصلت، يعني إنه أكيد بتمنى إني أكون أصغر، بس قصدي إنه بحس كل عمر له حلاوته وصدقا صدقا من قلبي والله مش عم بتفلسف. هذا العمر اللي أنا وصلت له يعني عصارة التجارب اللي أنا مرأت فيها بحلوها ومرها شكلت مين نادية الزعبي اليوم على كل المستويات، على المستوى الشخصي، على المستوى المهني، على المستوى الاجتماعي، على المستوى العائلي، على المستوى الأمومي. يعني اتعلمت كتير من كيسي كتير. اللي راح أحكي لكم يا اليوم نصائح للمرأة بعد سن الأربعين، مش بالضرورة أنك تلتزمي فيها بحذافيرها وتفاصيلها، لأنه أكيد تجربتك مختلفة عن تجربتي ومعطيات حياتك مختلفة عن معطيات حياتي، ولكن اللي بتقدري أو اللي بتحبي أنك تاخديه من اللي راح أحكيه خدي، لأنه فعلياً أنا كتبتهم بصدق وفي اقتباسات أكيد أخذتها من أشخاص حكماء من كتب، بس حسيتها بتنطبق علي وبتنطبق على كل ست وصلت إلى هذا العمر اللي هو عمر مش هين. مجموعة نقاط رح أحكيهم اليوم على الهواء مباشرة، نصائح للمرأة بعد سن الأربعين. أول نصيحة بدي أنصحها للست بعد الأربعين، إذا ما تجوزتي على هالعمر استمتعي باللا مسؤولية، وإذا تجوزتي استمتعي بالونس والمشاركة والحب. إذا ما كان عندك أطفال استمتعي بالخفة وبالحرية، وإذا كان عندك أطفال استمتعي بالذرية والحنية. صدقوني كل وضع بالدنيا له وجهين، إذا بدك تركزي على الوجه المعتم بتضلك قانطة كل حياتك، وإذا بدك تركزي على الجانب المشرق بتعيشي برضا وبسلام. هاي أول نقطة. نقطة تانية إلها علاقة فيها، بدي إياكي تآمني، صدقوني أنا اكتشفت بهذا العمر ما في زواج كامل ولا في صداقة كاملة ولا في دوام مثالي ولا في تجارة مريحة ولا في حياة وردية. إذا بنحرر عقلنا من التوقعات العالية جدا جدا جدا، صدقوني بنعيش حياة أكثر سعادة. كل شخص فينا هناك معركة خاصة دائرة بينه وبين نفسه، ولكن هناك من يتراضى ويتغاضى وهناك من يدقق ويحقق. على عمر الأربعين عيش الحياة عامليها على أصلها بتستريحي، لا تضخمي ولا تقزمي، عيشي بكل حالة على حجمها الطبيعي بتكوني سعيدة. شوفوا بتخيل بأنه الست بس توصل إلى عمر الأربعين بتكون قادرة بشكل ممتاز أن تميز بين الرجال وبين الذكور. الرجل هو رجل بكلمته، رجل بوعده، رجل بتصرفاته، رجل بموقفه، رجل بمشاعره. أما الذكر، الذكر أنا بقول دائماً لديه قدرة غريبة على توزيع المشاعر بشكل مش مفهوم. يعني مثلاً هو بكتب لوحده وبيفكر بوحده وبيواعد وحده وبتمنى وحده وبدور عن وحده ما بتشبه حدا. هذا هو الذكر. فأنت المفروض أنك تكوني وصلتي لمرحلة قدرت تميزي بين الذكر وبين الرجل. وإذا كنت بعلاقة عاطفية حاسة بأنه هاي العلاقة مش مكانك لا تحاربي. صدقيني لا هي راحت عليكي ولا أنت وصلتي متأخرة ولا الفرصة ضاعت منك. وفي السماء رزقكم وما توعدون. شوفي في نصيحة أنا مؤمنة فيها جدا، إذا تغير عليكي شخص في المعاملة رجعي غريبا كما كان. ومرات بتتفاجئي إنه هو كان غريب منذ البداية وبقي غريباً، ولكن أنت من اختلقت الألفة، أنت خلقت ألفة مش موجودة. في ست مرة سألوها السؤال الاعتيادي، ماذا لو عاد معتذراً؟ بتعرفوا شو جاوبت؟ قالت ليش هو راح أصلاً، والله ما انتبهت. بالضبط هيك لازم يرجع الشخص بالنسبة لك اللي ما عرف يقدر قيمتك. وتذكري كل مرة بتشتاقي للسن اللي خلعتيه تذكري قديش كان بيوجعك.
في نظرية أنا كتير بآمن فيها وكتير بحب إني أنقول لكم إياها. أوعك تخلي شخص يشوف حاله عليكي بالقيمة اللي أنت أعطيتي إياها. أوعك. نرجع لقصة كاسة الشاي، وهي قصة معروفة جداً ومتداولة جداً. فكرتها لما يكون عندك ضيف بالبيت بدك تعمل له كاسة شاي، بتقول له يا فلان قديش بدك أحط لك، كم معلقة سكر؟ بقول لك نص معلقة. أنت بدك تكرمه بتحط له معلقة كاملة. يرتشف أول رشفة من الشاي، بيعمل ما عجبه المذاق، أنت أكرمته بس هو ما عجبه. هكذا هي الحياة، في ناس بنعاملهم أضعاف 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 ما بيعاملونا، وننتظر منهم العرفان. كل ما أعطيت الشخص اللي أمامك قيمة كتير أكبر مما يستحق، أنا ما بقول ما تعاملوا منيح، بالعكس المعاملة الحسنة هي أساس الحياة، بس ما تبالغوا في العطاء لأنكم لن تحصدون إلا الخذلان. كتير في أشياء كتير كتير رح تطلعي عليها بصير عمرك 40 ويكون عنوانها وين كان عقلي؟ وين كان عقلي؟ عن جد بتفكروا إنه ثوب النضج رخيص أو بيجيك ببلاش؟ ثوب النضج باهظ جدا جدا جدا، يعني لتوصل إلى مرحلة من النضوج الفكري العقلي العاطفي بتكون مرأت بتجارب، يعني ما بدي أخبركم. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب بتكون حياتكم أكثر سلاسة. بس لا، الحياة بدها تدهسك في بعض الأحيان. فثوب النضج اللي إحنا بنلبسه على هذا العمر كتير غالي، ما في إشي بهالدنيا بيجي ببلاش، كله بندفعه من عمرنا كاش. الحياة رح تكتشفي إذا بتتفرجي لورا ضلت تحطك أمام خيارات أحلى هما مر، يعني مرات بتخيرك بين إشيين صعبين بس بتحطك أمام مفترق طرق لازم تقرري. المنطقة الحيادية أو الرمادية مرات ما بتكون أوبشن، فأنتي بتوقفي بتقولي طب إذا اخترت كذا نتيجته كذا، إذا اخترت كذا عواقبه كذا، وما بيكون في وقت لازم تختاري وبدك تتحملي نتائج اللي اخترتي. يعني مثلا مرة تعرضت لموقف بالفراق، له علاقة بالفراق. بقول لك الحياة سألتني، قالت لي يا نادية أيهما أصعب، رحيل الشخص وبقاء الشعور أم بقاء الشخص ورحيل الشعور؟ أنا اخترت إنه الأصعب والأمر هو بقاء الشخص ورحيل الشعور. أنا مؤمنة جدا بواللي إيده في إيد حبيبه بس مش حاسس مشاعر، هو أصعب سيناريو ممكن الواحد يعيشه بالدنيا. في ثابت من الثوابت بالحياة، هذا أتمنى إنكم تكونوا وصلتوا له حتى قبل عمر 40. أحن من أهلك ما في، أزكى من أكل أمك ما في، أحلى من السهرات اللي عندكم بالبيت بنص الليل اللي بتضحكوا فيها كل العائلة بصوت واحد ما في، أحن من نظراتهم إلك ما في. طالما حيطان بيتك وسقفك حمينك، طالما صحة أهلك منيحة، طالما ربنا ساترها معك، أكثري من الحمد والشكر. صدقيني الحياة بتكتشفي بأنه السعي فيها مطلوب والاجتهاد أساسي، ولكن هي أتفه من أنه أنا أضيع يومين وأنا قاعدة بغرفتي مسكر البرادي والأبجور وقاعدة ببكي وعلى حظي المنيل. وعلى فكرة لازم تعتذري لحالك كل فترة عن خياراتك المنيلة بستين نيلة، الاختيارات المدمرة الحياة. يعني أنا كل فترة بقعد بيني وبين حالي بقول نادية أنا آسفة، حقك علي، حقك علي إني عملت هيك، حقك علي إني اخترت هذا الشخص، حقك علي إني أنا ما عرفت قيمة حالي هون، حقك علي. نادية تستحق مني الاعتذار كل فترة وأخرى، وشوفي قديه رح تحسي بهيك بسعادة مطلقة بس تعتذري لحالك، واعتذري لحالك بصوت عالي مش بينك وبين حالك. كوني قاعدة بغرفتك قولي مثلا أنا اليوم بدي أعتذر منك لأنه أنا عملت كذا كذا وأنا أخطأت بحقك، سوري. إحنا شاطرين فقط بجلد الذات، نادي ليش هيك عملتي يا نادية؟ نادي ليه كذا؟ لا، كمان بدي أعتذر لك
بدي اعتذر لك، بدي اعتذر من حالي، انا استحق ان اعتذر من نفسي. كل فترة عمليها وشوف شو بصير معي. شوفوا كتير كتير بستاء من الست اللي بتوصل إلى هذا العمر بتكون لسه مش قادرة تميز من الصادق من الخبيث. كتير، ما عم نحكي بس على مستوى العلاقات العاطفية، عم نحكي بشكل عام. كتير بزعل لما تكوني مش قادرة تميزي إنه مرات كلمة مرحبا، شخص يقول لك مرحبا بتحسيها تحمل كل الحب اللي بالعالم، شخص آخر بيقول لك أنا بحبك تحسيها فارغة من كل شيء. إحنا بالحياة دائماً بحاجة يا جماعة لشعور الأشخاص مش لكلامهم. لا تحيطي نفسك بأشخاص بيحكوا معاكي كلام معسول، منافقين بوجهين بيعانوا من الإزدواجية، بيستنزفوكي وبيستنزفوا صحتك. وما بدي أكئبك بس الصحة بتبطل تحمل كتير، بتبطل تشيل كتير. يعني بعد الأربعين لازم تكثفي فحوصاتك، تحافظي على ضغطك، تحافظي على قلبك، تحافظي على معدتك. وعلى فكرة معدتك ممكن توجعك مش من الأشياء اللي بتاكليها أبداً، من الأشياء اللي بتاكلنا، من الاسترس، من القلق، من الأشخاص التوكسيك السمين اللي إحنا مقرر أن ندخلهم بحياتنا. أنتي إجيتي على هاي الدنيا سكر، ما تخلي الظروف تقلبك زنجبيل. آخر نصيحة بيحكولنا ياها دائماً كانوا أمهاتنا وكنا نزعل منهم، داري على شمعتك تيد، لا تجيبي سيرة أي إشي، أي إشي إلا لما يكتمل، لأنه للأسف مرات بتكتشفي إنه أقرب الناس إليك، أقرب ممكن تجمعك فيهم صلة دم، لا بتمنوا لك الخير ولا النجاح ولا الفرح. صح 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 ص